زبون مزعج. لسنا بصدد الحديث عن محل تجاري أو سوق، ففي مفوضيات الشرطة أيضا يطلق اسم الزبون على الوافد على مكاتب المفوضيات للحصول على وثيقة ما أو لتقديم شكاية أو للمثول استجابة لاستدعاء توصل بها. بعيدا عن كل معنى قدحي، فإن إطلاق صفة الزبون على المواطن الوافد على مراكز الشرطة يعني أن على الموظفين العاملين في تلك المراكز أن يستقبلوه بكل ما يليق به من احترام، ولكن بعض الزبناء يحيدون عن جادة مبادلة الاحترام بالاحترام، فتراهم يلجؤون إلى لهجة لا تخلو من إخلال بواجب الاحترام للمؤسسة التي هم في ضيافتها، ويحاولون بوسائل شتى الوصول إلى تحقيق أغراضهم، وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم صفة الزبون المزعج. يستحضر الأستاذ عبد اللطيف بوحموش قصة تعود وقائعها إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي بعيد استعادة المغرب لاستقلاله. في أحد الأحياء الراقية في الرباط كان يسكن رجل يدعى علال النواري. كان رجلا مديد القامة قبيح الوجه، كان منغلقا لا يتواصل البتة مع جيرانه، وكان بينه وأطفال الحي عداوة لا تريد النطق باسمها، ولكنها كانت موجودة وقائمة. السبب في ذلك كما هو الحال في كثير من الأحياء إقبال الأطفال كل يوم على لعب كرة القدم في الزقاق الذي يسكنه صاحبنا، وكان الأطفال قد درجوا على الهروب كلما رأوه مقبلا، حتى إذا ما دخل منزله عادوا إلى لعبهم. وكان سكان العمارات المجاورة حيث يسكن غالبية أولئك الأطفال يتحاشون الدخول في أي مشادة مع علال النواري الذي لم يكونوا يعلمون له وظيفة. كان انغلاقه وراء حكايات كثيرة وراء طبيعة نشاطه. في مفوضية الشرطة لم يكن علال شخصا نكرا، كان معروفا بأنه واحد من أولئك الزبناء المزعجين. كان يأتي إلى المفوضية ليشكو الأطفال كلما أصابت الكرة البلاستيكية التي كانوا يلعبون بها باب منزله. في الحقيقة كان لجوءه إلى مفوضية الشرطة تتويجا لوابل من الشتم يكيله في كل مرة إلى أولئك الأطفال، يلعنهم ويلعن آباءهم بينما يكونوا متوارين في الزنقة المجاورة. مع مرور الوقت كثرت الشكايات التي سجلها الزبون المزعج وكانت متشابهة. كانت شكايات ضد الأطفال وأحيانا ضد آبائهم، وصار المفتشون العاملون في المفوضية كلما أطل عليهم علال بقامته المديدة ووجهه القبيح يعلمون علم اليقين أنه ما جاء إلا ليسجل شكاية جديدة. ذات يوم من مارس من العام 1960 جاء صاحبنا إلى مفوضية الحي، وقد لاحظ المفتش الذي تعامل معه عدة مرات أن غضبه في تلك المرة كان أكثر حدة. كان العميد رئيس دائرة الأمن شابا التحق بأسلاك الأمن الوطني قبل 3 أعوام، وقد استقبل الرجل مديد القامة في مكتبه. علم منه أنه جاء ليسجل شكاية ضد أحد الجيران بسبب الخسائر التي لحقت مسكنه. كان الرجل يلح على العميد لمرافقته ومعاينة الخسائر التي نتجت والقبض على الجاني. لم يكن الجاني سوى واحد من أبناء الجيران. كان مديد القامة يهول ويلح على العميد كي يرافقه. في نهاية الأمر رافقه العميد إلى منزله الذي يقع على بعد بضعة أزقة من مقر المفوضية. صعد معه إلى السطح، أراه قطعة قرميد تكسرت بفعل سقوط شيء صلب عليها. كان مديد القامة قبيح الوجه مصرا على أن الفاعل هو ابن الجيران. لاحظ العميد الشاب أن الأمر لا يستحق تسجيل شكاية أو تنظيم مسطرة يثقل بها كاهل المحكمة، وطلب من الرجل أن يتصل بجاره والد الطفل الذي يفترض أن يكون من كسر قطعة القرميد وأن يطالبه بإصلاح الضرر. كان العميد يرى أن ذلك هو الطريق الأقرب، وكان يعتقد أن والد الطفل لن يمانع في ذلك، ولكن علال النواري كان يلح على تدوين شكايته في محضر رسمي، وكان يطالب بالقبض على الجاني الذي ألحق بمنزله أضرارا
قال إنها ستكلفه مصاريف على المحكمة أن تعين خبيرا لتقدير قيمتها. كان العميد الشاب يستمع في هدوء إلى ما يقوله الرجل، كان يغالبه الضحك وكاد ينفجر ضحكا وسخرية مما يزعمه مديد القامة. لم يكن علال النواري يعلم أن العميد رئيس دائرة الشرطة هو ابن رجل بناء كان يحرص على أن يصطحب معه ولده إلى الأوراش نهاية كل أسبوع. كذلك تعلم العميد نصف حرفة والده كما يقال، وكان يرى أن ما يطالب به مديد القامة قبيح الوجه فيه الكثير من المبالغة، وأن إصلاح ذلك الضرر لن يكلف سوى القليل. حاول العميد أن يثني علال عن تقديم شكايته الجديدة، ولكنه أثبت مرة أخرى أنه زبون مزعج فعلا، إذ رد بأنه سوف يرفع تظلمه إلى الجهات العليا وسيشكو انحياز العميد إلى جانب الخصم. أيقن العميد أن الرجل جاد فيما يقول، ولذلك قرر أن يتحداه وبأسلوبه الخاص، وهكذا طلب منه أن يعود في الغد للتوقيع على المحضر الذي قال إنه سيكون جاهزا. كانت الوسيلة الوحيدة أمام العميد الشاب للتخلص من الزبون المزعج، وما أن تم له ذلك حتى حرر استدعاء عاجلا إلى والد الطفل الذي يتهمه مديد القامة بكسر قطعة القرميد. لم يتأخر الرجل في الحضور، وقد فاجأه العميد بأن طلب منه أن يشتري قطعة قرميد وأن يعرج على الموقف في باب الأحد، وهو المكان الذي يوجد به الحرفيون الذين ينتظرون زبونا من بنائين وسباكين وصباغين، وأن يأتي معه برجل بناء لتعويض قطعة القرميد المكسرة في سطح منزل جاره مديد القامة. بعد ساعة كان الرجل حاضرا أمام العميد ومعه البناء وقطعة القرميد. ضرب لهم العميد موعدا في صبح اليوم التالي، ثم أبلغ علال النواري بأنه سيزوره في منزله صباح الغد. في الساعة المحددة حضر العميد ووالد الطفل الذي يتهم بكسر القرميدة والبناء، وكان قد أوصى البناء بإخفاء قطعة القرميد. طلب العميد من علال أن يسمح للرجل بأن يصعد إلى السطح ليتأكد من أن قطعة القرميد تكسرت حقا. لم يمانع، صعد البناء، أزال القطعة المكسرة وعوضها بقطعة جديدة، ثم نزل وهو يبلغ العميد بأنه أصلح الضرر. أصيب مديد القامة بالذهول، لم يكن يتوقع أن تكون تلك هي نهاية شكايته. صعد وعاين الإصلاح الذي تم في ربع ساعة. صمت. اقترب منه العميد الشاب وأبلغه بأنه ربحا للوقت وتخفيفا للأعباء الملقاة على السلطات القضائية، فإنه سعى إلى إصلاح الضرر وأخبره بأنه لم يعد هناك الآن من داع لتسجيل الشكاية. ظل مديد القامة قبيح الوجه صامتا مذهولا. كان درس قطعة القرميد مفيدا، وقد يستخلص منه العبرة أكثر من زبون مزعج. ملفات بوليسية.